نسأل في حال اختلاف الفتوى ماذا نفعل نحن العامة، نأخذ رأي من وكيف نرجح؟ يعني ليحاول الشخص أن يعتزل إذا احتار عليه أن يلتزم بما يقطع بأنه حق. مما يقطع أنه حق الصلاة والصوم والإيمان بالله والصدق والعدل وترك الظلم وترك السرقة والكذب والغش وكذا، بس يلتزم بهذا في حدوده، في حدود بيته وأصدقائه وكذا، ويعتزل إذا لم يستطع أن يشارك بالرأي. لأن ليس مطلوبا أنت أن يعني أن تشارك في هذا الاختلاف وهذا التناقض بين المسلمين، طوى هي نتيجة، هذا الخلاف والتقاتل والكراهية هي نتيجة قديمة جدا، نتيجة قد الله عز وجل قد يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نحن لم نستجب للحياة، الله ورسوله يدعوننا لأن نحيا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نحن ما استجبنا، أمرنا بالصدق فلم نصدق، أمرنا بأن نراقب وجه الله نجعل الشهادة لله وجعلناها المذاهب والسياسات والأحزاب والتاريخ، أمرنا أن يعني نقول الحق النبي أن بايع، كان يبايع المسلمين على أن يقولوا الحق أينما كانوا لا يخشون لومة لائم، هذه من شروط البيعة على الإسلام نفسه. ما فعلنا الآن؟ الدجل والكذب والتزوير والدبلجة الأفلام ولا إله إلا الله، يعني كأن الله لم يحرم الكذب ولم يحرم الظلم ولا شيء، مذهل لا يمكن لأحد أن يصدق، يعني لولا أن نراه بأعيننا ما صدقنا. هذا جنون طبيعي، أن من صناعة شيطانية، الشيطان الذي من أهدافه أنه يأمر أولياءه أمرا إنما يأمركم بالسوء الفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا يعني عنده خطوات الشيطان، يملأ نفسك بالكراهية بالحقد بالشك بالمعلومات الكاذبة بكذا كذا، ثم خلاص تصبح جاهز لأي معصية، لقتل لكذب الافتراء تصبح جاهز. يجب أن تطهر نفسك وقلبك وأن تعيد، هذه مسائل نفسانية عرفانية إيمانية مبثوثة في القرآن الكريم، ولكن القرآن مهجور، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فماذا نفعل؟ مهما صحنا المجانين الجنون لا يربه شيء، الجنون تسونامي من الكذب والتضليل والتحريض وهكذا، ولا في صوت العقل أبدا، لا تكاد تجد عاقلا إلا الندرة. فنسأل الله عز وجل أن يفرج من عنده